حد في ان انتوا تعملوه هو خط التصعيد. محدش يقدر يعمل، لانه القضايا المطروحه كلها قضايا يعني تسقط هيبه المهنه وحتى تسقط اقتصاد المهنه، والحكايه مش مستحيله. بالمناسبه اتكلمت معاها في الصيادله الذين وقع عليهم جزاء نتيجه انهم اضرابوا. يعني المستشفى الواحده في يوم واحد يضرب الطبيب ويضرب الصيدلي. الطبيب لا يعاقب والصيدلي يقسمه منه يومين. لدرجه ان في بنت معرضه للترقيه، الخصم ده اتخصم منها اسبوع، فممكن انها ما تترقاش في وقت الاستحقاق. واتفقت معاها انها بتشيل هذا الموضوع، قعدنا نتكلم، هل الوزيره لها دور سياسي ولا مالهاش دور سياسي؟ المهم يعني مش عايز اطرشكم، انما هي تشيل هذا الموضوع، وطلبت من مدير مكتبها انها تتلقى الحالات اللي حصل فيها جزاءات عشان تتشال. دي معناها بمناسبه العهده، انا بكلمك ست نقيب، هي اصدرت قرار بان العهده تنتقل الى فيروس، وانا كنت فاكر ان ده قرار كان اصدره الدكتور فؤاد النواوي، لكن هي اكدت القرار وقالت انها بعتته للمديريات. فالمديريات التي لا تنفذ ارجو ان النقيب يروح لهم، النقيب في الجيزه يروح للمديريه ويشوف ايه الموضوع، هل هي مساله نقص عماله من غير الصيدله، هل اي حاجه، لكن لابد ان احنا نتمسك، اهو ده موضوع يستاهل الكثير. اخترنا معاهد الاضراب لان السيد رئيس الجمهوريه هو اللي طلع قرار خرج فيه السيد، ما مش عارف هو يعني يمكن ما كانش واخد باله ساعتها. طلع قرار بيحرم الصيدلي مين؟ انتوا مش من الفلوس دي 50 60 جنيه فرق. انتوا ده اطباء اسنان مفحمين فينا.